كان حتى كان كاين الله في كل مكان، وما يحلى الكلام وما تحلى الجلسة مع الحباب، حتى نصليو جميع على سيدنا النبي العدنان. بلباسها التقليدي المتفرد وبأسلوب شيق ماتع يشد الكبار قبل الصغار، برنين صوت مرح يملأ محيطها بالطاقة والنشاط، اشتهرت أمل الطنجاوية كأصغر حكواتية في الوطن العربي تتقن فن الحكاية للأطفال. أمل هي حكواتية طنجاوية عمرها 20 سنة، شاركت في عدة ملتقيات محلية وطنية على رأسهم مهرجان الرباط للحكاية، مثلت المملكة المغربية في سلطنة عمان معرض دولي للكتاب في مسقط. اقتحمت أمل مزوري أحد الفنون النادرة بالمغرب، واختارت أن تبصم مسارا من النجاح والإبداع في فترة وجيزة تخطت شهرته خريطة الوطن العربي، لتسخر هوايتها في الحفاظ على الحكاية وجمع التوثيقات الشفهية والحكايات الشعبية الأصيلة. وكان واحد الراجل شايب وشارف وكبير وما كبير غير الله، وعنده الكرة. واحد الليلة من الليالي ضربوا يا سيادي حميار الليل، جمع حويجاته في الساك ومشى على الزنقة الطويلة، أمرح حومة زيتونة حتى صفى الحمام دفرانكو. الأطفال كيرضعوا الحليب الأم من عند الأم ديالهم، أنا رضعت الحكاية الشعبية من عند الجدة ديالي، بل أكثر من ذلك كان ذلك يعني في بيت الجدة، واللي كيذكرني فيه هاد المقهى، يعني هاد الديكورات وهاد الحصيرة على شكل حيطي، هاد الآلات الموسيقية اللي معلقة، هاد كويس داتاي منعنع. حنان الجدة وقصصها قبل النوم، نبرة صوتها الحنون الرنان، وهي تكشف لها عن كنز مرصع بالحكايات، كلها أشياء وطدت علاقة أمل بالموروث الثقافي المتجذر وجعلت منها أسيرة هذا الفن ومدمنة عليه. الخميس والجمعة والسبت سكسو بالزبدة واللفت، الخميس والجمعة سكسو بالزبدة واللفت، سكسو بالزبدة واللفت. صورة إذا فقدنا أي حاجة، تخيل معايا يعني واحد الشعب ما كتعرفوا لاش كيلبس ولاش كياكل ولاش كيقول ولا الأهازيج ديالو ولا الألعاب الشعبية اللي فقدناها دابا، ولا حتى شي حاجة، ولا لباس التقليدي أكيد ولا حتى شي حاجة. وهذا هو اللي خوفانا أننا نفقدوه، حيث يعني ولادنا ولادنا غيجي واحد النهار غيفتشوا عليه، ما يجبروش حتى الدعامة والأساس، ما يجبروش حتى المرجع الرئيسي لهذا الشيء، وهذا هو اللي خايب. هو الكبير ما فيهم قال لهم شكون اللي هدر؟ قالوا له الفلان الفلاني يا سيدنا. قال لهم هاودوا غسلوا له، هاودوا يا سيادي، طلقوه وحكوله فركوله وغسلوله. قال له أمدرا كيفاش هادشي هذا؟ كيفاش هادشي هذا؟ بارح وتينا بالكرة واليوم بلا كرة. قال له ما عليك غير بالحمام دفرانكو في نصاصة الليالي. في الوقت الذي صارت فيه الحكاية والحكوات في الهامش المنسي، الشيء الذي يهدد باندثار الموروث الشفوي والمروي من التواجد بعدما كان قبل زمن مساحة للفرجة والترويح عن النفس. أنا هي اللي حكيت شلة حكايات، أنا هي اللي لعبت مع العواول سمسبوت وما كان عرف لا كذوب ولا بهوت، أنا اللي ربيت البرغوت هو ولد عمته، وملي كبرته سرجته وبردعته. أنا اللي حكيت على الوعاظ على الحكماء وعلى المجانين والعقلاء وعلى الولاة والأمراء وحتى على الرسل والأنبياء. كان هو الجود كيقول لك من الجدود، وحوارنا ما عنده حدود، نروض فيه الأفاعي والأسود، وهذا الشيء هو اللي بغيته أنني نعمل عليه ويبقى.